خير عن بيه كل سنة. سمعني كويس التليفون؟ سامح سمعني حضرتك فن. طيب. تقديم واجب العزاء اولا، وايه ايضا بجانب العزاء والاطمئنان على صحة المصابين ومتابعة اثار هذا الحادث، ايه اللي جرى اليوم في سوهاج؟ يعني في البداية طبعا أكرر يعني خالص التعازي إلى أسر شهداء الحادث الأليم، ويعني تمنيات الشفاء العاجل لكل المصابين اللي بالفعل يعني النهاردة من خلال متابعتنا للمصابين في كل مستشفيات محافظة سوهاج، يمكن الحمد لله بطمن كل الشعب المصري من محافظة سوهاج، وأنا لازلت في المحافظة لأن أنا طبعا من أبناء المحافظة، بطمنهم انه يعني بالفعل هناك استجابه كبيره جدا في حالات الاصابه، يعني عدد المصابين الان يعني اقل بنسب كبيره جدا عن وقت حدوث نعم. الحادث. يمكن في بعض المستشفيات احمد ايه بالفعل هي حاليا خاليه تماما من المصابين، يعني عندنا مستشفى مثلا طهطه، كان لو اتكلمنا بالارقام كان تقريبا عدد حالات الاصابات تقريبا 81 حالة، النهاردة عندنا حالتين فقط. يعني لسه كنت في اتصال مع السيد مدير المستشفى، بلغني ان بكرة ان شاء الله الحالتين هيكونوا خرجوا من المستشفى. نعم. كمان يعني الوضع بشكل عام خلاص هدأت الامور بالفعل، يمكن الاشاعات اللي ضربت وقت الحادث بانه عدد الاصابات كبيرة، بانه عدد الوفيات كبيرة، أعتقد أنه بعد ما استقرت الأمور تأكد المواطن السوهاجي أن عدد الوفيات ليس بالأرقام الضخمة اللي تم الإعلان عنها، يمكن لأول مرة أحمد بي الأرقام التي تم الإعلان عنها الأولية بعد التقصي من الحقائق 32 ل 19. بالضبط، يعني لأول مرة يمكن في تاريخ نعم. الحوادث العالمية وليس المصرية ان الارقام الاولية دايما بتبقى ارقام يعني اقل من الواقع، نعم. يمكن في هذا الحادث الارقام الاولية كانت ارقام اكبر من الحقيقة، يمكن رقم 32 اللي احنا كلنا حتى اطلقناه يعني نعم. على العموم. النهاردة عدد الحالات الوفيات بالفعل 19 حالة. التعامل بشكل عام هنا في محافظة سوهاج بعد تحرك طبعا تحرك الدولة بالكامل، بالكامل نعم، يعني يمكن منذ اللحظة الأولى وجه الرئيس الدولة بأكملها حكومة وجهاز تنفيذي ومحافظة مع تحرك شعبي غير مسبوق هنا في محافظة سوهاج، يمكن ده أدى بالفعل إنه عدد الإصابات الحمد لله يعني قل بنسبة كبيرة جدا، عدد الوفيات الحمد لله برضو العدد طبعا كل الشعب اي شخص مصري دماءه طبعا كلنا حزانه على هذه الدماء، ولكن ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى المتسبب قولا واحدا، الرئيس قالها من اول لحظه، المتسبب في هذا الحادث هيتحاسب ايا كان اسمه او صفته، متفقين على ذلك مفيش خلاف. سيادة لكن المحافظ قال لكم ايه النهارده في لقائكم بيه؟ يمكن النهارده كان لقائنا، بدانا لقاء زياره وفد تنسيق شباب الاحزاب بلقاء السيد المحافظ اللي بالفعل يعني على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا تقريبا ما نامش فيهم، يعني بالفعل شرح لنا الوضع بالكامل، شرح للساده الضيوف اللي جم من القاهره الحادث وملابساته وعدد الاصابات وعدد حالات الوفاه. يمكن معظم الوفد اللي حضر كان معظمهم كان اعضاء مجلس الشيوخ بمختلف الاحزاب السياسيه اللي هم بينتموا لتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. كان يعني مهم تروح امبارح مجلس النواب امبارح واول، فكان مهم انتوا كمان تبقوا موجودين كشيوخ. اتفضل. بالضبط، كان لازم جدا طبعا ان نعم. نكون موجودين. يمكن هم لما استمعوا للارقام بالفعل هم كانوا مصدومين، لان هم كانوا متخيلين ارقام اكبر من كده بكتير، نعم. كانوا متخيلين عدد الاصابات اضخم من كده، كانوا متخيلين عدد الوفيات اكبر من كده. يمكن كمان لما نزلنا الارض الواقع وزرنا المستشفيات كلها وشفنا الاصابات على بالحقيقه الحمد لله اطمأنينا، بنطمن الشعب المصري كله انه الحمد لله تحركت الدوله، تحرك الرئيس بشكل سريع جدا، تحركت الحكومه، تحرك الشعب المصري اللي ضرب اروع الامثله، وابناء محافظه سوهاج لابد ان نرفع لهم القبعه لانهم اثبتوا انهم على قلب رجل واحد، وان مهما كانت الاشاعات ومهما كانت التحديات ومهما كانت المخططات، هم أكتر ناس بتتصدر مخططاتهم أبناء الشعب المصري الحمد لله. يعني مش عايز أقول نجحنا،
لانه بالفعل يعني هي كانت كارثه، لكن الحمد لله سنتجاوزها باذن الله سبحانه وتعالى. يعني خطط التطوير الموضوعه لهيئه السكك الحديد اتمنى انها تسير بسرعه اكبر من كده. محتاجين الصعيد زي ما حضرتك عارف احمد بيه وحضرتك من سوهاج، الصعيد يعني بيشهد تطوير حاليا اقسم لك بالله غير مسبوق في تاريخ مصر. وانا من ابناء سوهاج ومن ابناء قرى في محافظه سوهاج، ولست من ابناء مدن. القرى قرى الريف المصري حاليا بتشهد تطوير في مشروع اللي اطلقه السيد الرئيس ل 4500 قريه غير مسبوقه. الناس بدات تحس انه بالفعل الدوله المصريه بتتجه نحو الصعيد، بتتجه باستثماراتها، بتتجه ببنيتها التحتيه. مثل هذه الحوادث يعكر الصفو، لكن باذن الله لن يثنينا ابدا عن استكمال المسيره اللي احنا متمسكين بها كابناء للصعيد. يعني احنا متمسكين بالتنميه، متمسكين بالتطوير، عمرنا ما هنفرط في حقوق ابناء صعيد مصر اللي كانت مسلوبه في عصور سابقه لم نرى اي شيء. احنا يمكن في ظل رؤساء سابقين لم نرى اي شيء في الصعيد، وده كلام على الهوى وانا مسؤول عنه. في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده مش نفاق ولا رياء، اقسم بالله صعيد مصر بيشهد تطوير غير مصر. اشكرك مره ثانيه يا سياده النائب احمد.